طيب يعني بتهيألي عرفنا اصل مثل دخول الحمام مش زي خروجه. طبعا بنشكر زميلتنا رامية حمدين على هذا التقرير، لكن خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، وتحديدا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللي نشرت فيلم تسجيلي تحت عنوان مهاراتك هي مستقبلك عن دور مدارس التعليم الفني بمختلف مجالاتها وتخصصاتها باعتبارها بوابة او بوابة ابنائها الطلاب للمستقبل ونجاح في سوق العمل. خلينا نتعرف اكتر عن هذه الحملة التعريفية بالتعليم الفني من الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا يا أهلا بسيادتك. في البداية يا فندم عايزين نعرف إيه الهدف من هذه الفكرة؟ الهدف من هذه الفكرة الرئيسي زي ما حضرتك تفضلت كده التعريف بالمدارس بتاعتنا وبنوعية مختلفة من التعليم الراقي اللي هو التعليم التكنولوجي الحديث اللي بيتيح للطلبة والطالبات ان هم يمارسوا الأنشطة والمهارات اللي هم بيحبوها واللي هم مميزين فيها، لأنه شرط أساسي لهذه النوعية من المدارس انه الطالب يكون حابب هذه النوعية من الدراسة وانه يجتهد اختبار القدرات الخاصة بيها وانه هو يعدي المقابلة الشخصية. فده فيلم تعويضي بيوضح لبناتنا وولادنا وكمان الاهالي ازاي نقدر نتخيل نوع اخر من التعليم اللي بيطيح لينا مستقبل مختلف قد يجمع ما بين العمل في سوق العمل والدراسة بعد كده في احد الجامعات التكنولوجيه او اختيار طريق اخر وهو رياده الاعمال وعمل مشروع خاص بالخريج والخريجه لاقتحام سوق استثمار في مصر بطريقه مباشره. طيب يا فندم، يعني هي الخطوة أو خطوة تصوير أو نشر فيلم تسجيلي هي خطوة مهمة ومختلفة، بس عايز أعرف من حضرتك كمان الخطة وقت وضع خطة ترويجية لهذا الفيلم التسجيلي، يعني المفروض ان هي تتعرض فين؟ هتتعرض ازاي؟ هل هتكون في المدارس مثلا؟ هتكون في الشوارع بتتعرض؟ يعني هتتعرض ازاي؟ والله فندم حضرتك عارفة انه هذه الاونة الوسائل العرض نفسها اختلفت، يعني ما عادش التلفزيون يمكن هو الوسيلة الوحيدة او محطات المترو او كذا هي الوسيلة الوحيدة لان نوصل للناس. هو السوشيال ميديا اصبحت من العناصر الاساسية المؤثرة في تكوين الاراء والوجدان والرأي العام في مش بس في مصر، في العالم كله. فاحنا بنركز على الوسائل التواصل الاجتماعي بالاضافة للوسائل الاخرى اللي حضرتك ذكرتيها زي موقع الوزارة والاذاعة والتلفزيون والبرامج المميزة اللي زي حضراتكم. كل دي يعني طرق نحاول منها الوصول لكل بيت في مصر للتعريف هذه النوعيه من التعليم. عظيم. دكتور عمرو، اليومين اللي فاتوا بعد نتيجه الاعداديه انا شفت حاله من الوعي كده على السوشيال ميديا وتغيير النظره للتعليم الفني، وبدات الناس تكتب اسماء المدارس اللي طبعا مختصه في مجال التعليم الفني اللي ممكن ولادهم يلتحقوا بيها، وبخلاف طبعا الثانوي العام، وفي عندنا نماذج كتيره جدا جابت مجموع الثانوي العام وكانوا متفوقين في الاعداديه لكنهم فضلوا التعليم الفني. اي نوع من المدارس، مدارس التعليم الفني اللي عليها اقبال خلال الفتره الاخيره؟ والله كثير من مجالات التعليم الفني النهارده التكنولوجيا التطبيقيه، المدارس الحديثه في 5 سنوات عليها اقبال كبير جدا. عندنا كمان تخصصات مختلفه جوه هذه المدارس. ما فيش شك ان الاقبال على المدارس اللي بتتسم من الناحيه الصناعيه والتكنولوجيات والبرمجات الحديثه زي الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات. عظيم. مدارس وي، مدارس الذهب، هذه النوعيه من المدارس اللي بتركز بالعدد الاكبر من الطلاب. وفي خطتنا التوسع كمان يا فندم في حاله الاقبال اكتر، في خطتنا التوسع في عدد هذه المدارس. طبعا احنا كنا بدأنا من 4 سنوات بس ب3 مدارس، النهارده عندنا 52 مدرسة وان شاء الله الدولة بتحاول تتوسع في هذه المدارس قدر المستطاع. المهم ان احنا نلاقي الشريك الصناعي المناسب اللي يتيح لاولادنا فرص تدريبية حقيقية وجيدة وفي نفس الوقت فرص تشغيل بعد التخرج مباشرة. طيب دكتور، لو حضرتك تحدثنا عن حملة هي تقود اللي هيتم اطلاقها النهارده.
شيليز ده الموسم الثالث ليه. طبعا ده برنامج لتشجيع الفتيات على برامج رياده الاعمال، وده من البرامج اللي الحقيقه مهمه جدا، لانه بناتنا بيرجعوا في التعليم الفني. حضرتك عارفه انه في فترات سابقه ما كانش البنات ليهم اقبال كبير على هذه المعامل التعليم، ولكن الان الحمد لله البنات عاملين مش عايز اقول لحضرتك انجازات مذهله، لانه 90% من الاوائل في التعليم الفني من الفتيات، وبالتالي هم عاملين نتائج كويسه جدا. كمان فكره ان البنت تعمل مشروعها وتبدا نفسها تسوق للمنتج بتاعها دي حاجه مهمه جدا، خاصه ان احنا السنه دي بدانا نخش في محافظات الصعيد. صحيح، اقبال من الفتيات كمان على هذا النوع من التعليم بيؤكد بما لا يدع مجال للشك انه النظره تغيرت الى للتعليم الفني خلال الفتره الماضيه. شكرا جزيلا دكتور عمرو بوصيله، رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفني ومدير وحده تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقيه.